السلام عليكم وعلى سلامتكم، ان شاء الله تكونوا كاملتك بخير وعلى خير. وقبل ما نبداو نشوفوا هذا الطبق الساهل والبنه ديالو، يا سلام يا سلام على الذوق، نصلوا كامل على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. كما كنتوا تشوفوا هنا في طنجره، درت مغرف وحده تاع زيت ودرت كميه صغيره تاع مرقس وخليتها تتقلى قسمه تطلق لي ليدان ديالها. با انا المرقس هنا اللي عندي ما فيهش بزاف سبك، يعني ماشي ميدوم بزاف، لكنه كان يكون فيه بزاف ليدان نقصوا، خلو كميه صغيره قيس البنه هذا ما كان. شوفوا هنا هنايا الكميه تاع الدهون اللي طلقاتو، يعني اللي طلقوا المرقس ديالي هنا، راهو ليك ماهوش طايب، قليتو برك قسمه تلق برك، قلت لكم ليدام ديالو. وهنايا دركاتيك في هاد ليدام نحط ربعه ولا خمسه سنه تاع توم كبار اللي كنت سكرفشتهم، نخليهم يتقلاو بيان سور، ما نخليهمش يتحرقوا باش ما يطلقوناش المراره. وهنايا نحط شويه تاع ماء قطره برك باش نعاون هذاك الثوم ونخليه يتقلى بلا ما يتحرق. هنا درت مغرف ماشي معمره تاع طوماطيش مصبره وقليتها مليح مليح في هذاك ليدام مع هذاك الثوم. هاكو تشوفوا طبق يندار في وقفه، ما كاش ما اسهل، والبنه ديالو من اروع ما يكون، يعني نسلكوا به رواحنا كي نكونوا يعني تالفين واش نديروا. هنا كان عندي حبيبات تاع بطاطا اللي قطعتهم يعني مربعات شويه كبار، ماشي اون كارتي وماشي يعني اوندي، قطعتهم كيما راكو تشوفوا، ما يجوني كبار ني صغار. خليتهم يتقلاو مع داك ليدام وهذيك الدرسه العزيزه، ودرت شويه تاع فلفل عكري، فوالا هاهو ليك، وقعدت نقلي فيها بطبع وشان. ودوك نمرق يعني الشطيطحه ديالي، هاهي ليك مرقتها قسمه طيب البطاطا، وخليتها ترفد الغليه. هي رفدت الغليه وبدات تبقبق، وانا عاودت رجعت هذاك المرقاز باش يكمل لي طيب ويطلق لي البنه ديالو. هاكو تشوفوا يعني شطيطحه بالمرقاز والبطاطا سهله مهله، والبنه ديالها واش نقول لكم من اروع ما يكون. هادو الاطباق الصيفيه اللي يعني نعاونوا بهم روحنا. هاو ليك الطبق، هاكو تشوفوا المريقه ديالو مجمره والبنه ديالو، يا سلام. درت له يعني رشه تاع معدنوس مع بيان سور ان جو يكون بارد، الله الله. وهذا هو الطبق تاع اليوم، ان شاء الله هنا الاعجاب ديالكم. ونقول لكم دركا حبيبات قلبي الى وصفه واحده اخرى، تهلاو لي في روحكم ودمتم في رعايه الله وحفظه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.